خير يا جناب الأمير. للأسف منه خير. وصلتنا أخبار إن في مركب بتحمل مجاهدين تابعين لجبهة النصرة، أرسلهم أبو فراس السوري للاستطلاع على أخبارنا، والمركب غرقت وكان على حوالي 35 مجاهد، وحتما بيكون بينهم ناجين. أوامرك يا جناب الأمير. بريدك ترسل الرجال تبحثوا عن أي ناجين، تجيبوهم تنخليهم عبرة لأي محاولات من جبهة النصرة للتدخل في شؤوننا. أوامرك يا جناب الأمير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنا فين؟ احنا في مرسى مطروح ولا ايه؟ اه بانها لسه مرسى مطروح. طب ايه اللي ناقصني؟ في حاجه ناقصاني اهو، الجي جي بس معايا، واللايف شاكت ده معايا، والفايف شاكت ده معايا اهو. ناقص مين؟ نرجس. نرجس نرجس، انت فين يا نرجس؟ يا نهار اسود، هعمل ايه من غيرك يا حبيبتي؟ ده مفاتيح الشقة معاها، حامل ايه؟ يا نرجس، طب لو سمعان ارمي المفتاح. يا نرجس، قوم 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 قوم. نرجس نرجس، فين نرجس؟ مين انت؟ مين انا؟ انا القرموطي. مين انت؟ مش فاهم انا. انت كنت معنا على المركب وما شفناه؟ وانا ما شفتكوش برضه. انتوا مين ده مؤاخذه؟ انت منين؟ انا المركب بتاعتنا غرقت ولقيت نفسي هنا. انا من هنا يا عم. احنا نريد نعرف احنا هسوين، وين مكاننا؟ المكان كله على الجي جي بس، بس زي ما تقول الجي جي بس باص كده والميه اكلته. بس انا ممكن اعرف باتجاه الريح، ارمط ما يغلبش، باتجاه الريح تروح بالظبط. اتجاه الريح شماليه شرقيه الى خفيفه معتدله، يبقى مرسى مطروح تقريبا من هنا، يا من هنا او من هنا. انت متاكد؟ احنا نمشي من هنا. صرخ ابن يومين نسأله احنا فين. احنا هنفضل ماشيين العمر كله ولا ايه؟ انا تعبت. انا تعبت. ده ولي داعش. ايه ده؟ داعش. داعش. هذا علم داعش. داعش دخلت مرسى مطروح ولا ايه؟ هو حد يمد ايده عليه. هو حد يجي جنب الجي جي بس. ينفع كده يا جدعان؟ ينفع كده يا جماعه؟ بالادب، اللي اخد الجي جي بس يرجعه عشان ما نعملش قلق في المنطقه. معلش احنا بنتكلم. ينفع اغيب 3 ساعات عن مرسى مطروح ارجع الاقيكوا احتلتوها؟ طب سؤال واحد، انتوا احتلتوا مرسى مطروح بس ولا دخلتوا على مارينا 5؟ يعني مارينا 5 حره مستقله؟ ما تتكلمش بدون اذن في وجود الامير. طب ينفع يا عم الامير ارمط يتمرمط بالشكل ده؟ شو اسم الشيخ اللي بعتكم من شان تتطوعوا في جبهة النصرة؟ يسرى؟ هي يسرى عملت جبهة؟ كفى مزاح! يعني ما بدكم تقولوا مين اللي بعتكم؟ خلاص، ما عنقدر نستحمل، اللي بعتنا أبو فراس. كنت شاكك إن هيدي حركة من حركات أبو فراس. أبو بطاس ده تبعكم ولا تبعهم؟ من أول يوم جبهة النصرة ما بيلبالها الانتصارات اللي بيحققها التنظيم. يعني إحنا مع أبو بطاس ولا مع جبهة يسرى ولا مع التنظيم؟ أخبيه! ما بيعرفوا ان كل هذا بيصب في مصلحة الجيش الحر.
يعني احنا مع الجيش الحر ولا مع التنظيم ولا مع ابو بطاس؟ مش فاهمك. اسمع يا سماحة، بكير مع شوق الشمس فيكم تعدموهم وتصوروهم وتبعتوا رؤوسهم لفجر ليبيا، تيعرف ابو فراس في جبهة النصرة ان ما في حدا قرب منا حتى انصار الشريعة. مع انصار احنا عايزين جدول عشان انا ابتديت اتلخفن. معلش احنا بنكل يا حبيبي. ايه اللي حصل لك يا اخوي؟ وفين نرجس وفين العرموط؟ اه بستين ده انا كنت خبطت في بعض انا في سوار، ربنا سطر معانا وهم تاهوا مننا والغفر السواح خد واصباتهم وبيدور عليهم يا رب ما يلاقيهم. يا رب يا لهوي يا حبيبتي يا اختي، يا ريتني ما غصبت عليك انت يا جماعه. تعالى يا اخوي اسم الله عليه، اسم الله عليك يا اخوي. يا لهوي شكله مش عربي، انت شكلك خواجه كده جايب عقد احتراف ولا ايه؟ الباشا منين؟ شوت يور ماوث. احسن ناس نقف مكاننا هنطور. بس هيصوروا ولا هيعدمونا؟ عشان بس ماله الراجل اشمعنى هو اللي عمال يرغي؟ ما اعرفش، ادينا له مهدي زي الناس التانيين، بس هو الوحيد اللي قلبت معاه بصلاله. يلا يا ساتر هنطور، نقف مكاننا هنطور. رول سام بي يا جدعان. استنوا، هو اي كلام؟ هي دي بروفه ولا اعدام على طول ولا هنصور ولا هنتعدم؟ لازم الواحد يفهم عشان ما نتعصبش عليكم. واكرم بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد الاعدام واحد اول مره ان شاء الله. اكشن. هذا مجرد تحذير، اذا اردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله وحرضوا المؤمنين واصبروا على تلك المشقه، ولو علمتم ما في الجهاد من الاجر والكرامه والرفعه والعزه في الدنيا والاخره لما قعد أو تخلف منكم أحد عن الجهاد. لا يا باشا مش حلو الشغل ده، الصوت مش ماشي مع الصورة. الراجل ده بيقول كلام وده بيشاور أي حاجة. يا ريت تجيبوا واحد بقى يعمل الشغل ده، عشان الشمس لازقة في نفوقنا ومش ناقصين قرب بالصلاة على النبي عشان نخلص من اليوم الأسود ده. ستوب. ويخرب بيت أم الستوب بقى، ده مخرج جديد ده ولا إيه؟ مش بروفيشنال المخرج ده على فكرة، مش هينفع الشغل ده يا جماعة. هتسكت يا جدع أنت؟ أنت فاكر نفسك بتصور فيلم بجد؟ اسكت احسن لك. هتعملوا ايه؟ هتعدمونا؟ ما احنا هنتعدم اهو يا عم. يلا يا عم انتوا، ده شغل كروته، انتوا عايزين تكروتوا والفيلم ده مش هيخش مهرجانات. يلا كروت كمان. هنعيد تاني، خش كلاك. هنعيد بسببك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد الاعدام شوت واحد، تاني مره ان شاء الله. اكشن. ستوب يا عم. انت مين اللي قال لك كل ستوب؟ الراجل ده مش مريحني، غيروه عشان هنعيد بسببه. يا عم وانت مالك انت؟